قبل العملية كنت كان وزني 137، حاليا بعد العملية وزني 82. قبل العملية كنت أعاني من صعوبة في التنفس إذا جيت أنام في الليل، وكان عندي صعوبات ثانية اللي هي طبعا كسمنة، فما أقدر أركض مسوي رياضة، كل شوية أتعب، يعني كلها 5 دقائق 10 دقائق وبعدين أتعب على طول. معاناتي كانت كثيرة قبل العملية، وكنت أكل كثير، وسويت يعني حاولت أسوي دايت ورجيم بس ما نفع معي، رياضة كل شيء ما نفع، اضطريت إني أسوي العملية. والحمد لله بعد العملية كانت ناجحة الحمد لله. وبعد العملية كان في صعوبات شوي في البداية، كان طبعا أكيد صعوبات لأني متعود إني أكل كثير، فبعد العملية فجأة توقف كل شيء، صرت أكل. أول شهر كان كلها أشياء لينة وأشياء تطفى بسرعة، وكان هي أصعب شيء أول شهر شهرين، بعدين خلاص بدأت أكل أي شيء، أكل كل شيء، تبعت شو اسمه، صرت أروح النادي وصار في رياضة، والحمد لله ما زال وزني يبغى له شوي زيادة أنزله، بس باقي شوي. وبالناحية الأكل، أكل أي شيء أبغاه وكل شيء أبغاه، ما في أي صعوبات الحمد لله، بس المهم إني أتاكل شوية، لقمتين ثلاثة تشبع طبعا، بس لازم تاكل شوي شوي وتهضم الاكل زين وتبلع. بعدين التعب اللي كنت اعاني منه من قبل اختفى راح، اتعب طبعا بس اذا سويت رياضه كثير. من ناحيه النوم ما صرت اعاني صعوبات التنفس اذا تنام ولا شيء. بعد العمليه كل شيء كان الحمد لله تمام، وانا الحين مرتاح وما في اي صعوبات الحمد لله، وتقدر اقول لك ان حياتي تغيرت كلها، كل شيء حياتي انقلب يعني الحمد لله. بالنسبة للترهلات، الترهلات طبعا عندي ترهلات بس باقي ترهلات مع الرياضة، لازم تسوي رياضة تتابع عليها لما تروح ترهلات، إذا تركت الرياضة الترهلات بتكثر، بالذات اللي وزنه يعني فوق 150 فوق 160 بيتعب مرة. انا قبل ما اسوي العمليه الشحم اللي كان في جسمي كان متوزع، ما كان في يعني بطني ولا يعني من ورا ولا كان في اي شيء. في ناس عندهم الشحم بس في البطن، هذه مشكله يعانون منها بعد العمليه، لان صعب انك تؤخر الترهلات كلها. انا الترهلات عندي شوي في البطن وعندي في الارداف بس مو مره كثيره، يبغى مع الرياضه ان شاء الله كل شيء يروح وتسهل ان شاء الله. وانا بدي انصح اللي سمينين الحين واللي ما زالوا سمينين واللي يحاول يسوي رجيم ورياضه ولا نفع معه، انصح نصيحه يعني يحاول يسوي عمليه، عمليه تفيد مفيده لكل شيء، يعني حتنحف حتينزل وزنك حتستانس تنبسط، نفسيتك حتصير مرتفعه مره. طبعا وزني الآن 198، أفكر أسوي عملية قص معدة عشان السمنة الزايدة، بسبب أني عانيت معها سنين، تقريبا 1420 بدأت يعني معي. أول مرحلة سويت البرنامج كان وزني 120، بعدها بسنتين سويت برنامج كان وزني 145، المرة الأخيرة كانت قبل سنتين بالضبط بالأوبر الصينية، بس نقصت 13 كيلو. المشكلة ما في يعني عزيمة جزم يعني إني أستمر في البرنامج، يعني كنت أتعب يعني من البرنامج، يعني لأن كان قاسي يعني أدخل برامج قاسية ولا استمريت فيها، يعني آخر برنامج كان وزني لا إله إلا الله 190 ولا أنقص إلا كيلو كيلو، ما فيه يعني ما في حماس يعني إني أكمل يعني. وثاني شيء ما أقدر أسوي الرياضة عشان الاحتكاك
لفرق لي ما أقدر أستمر أمشي، هذا اللي زود المشكلة معي. ومشكلة السمنة سببتي اللي هو ضعف زيادة التنفس كذا، لأن مشيت فترة بسيطة بس، و يعني في أشياء كثيرة من ضمنها يعني الواحد ما ياخذ راحته يعني في الجلسة، والله يكرم في دورة المياه برضو، في أشياء كثيرة يعني. عشان كذا هذه قررت إني أبغى أسوي العملية يعني عشان أرتاح إن شاء الله، والله يكتب في الخير. فيه اللي هو ضيق التنفس عندي، اللي هو الصداع المستمر اللي هو كان عقب ما راجعت مع الدكتور قال الضغط، كل زيارة الضغط مرتفع يعني، وبداية السكر يعني، هو أكيد سببها السمنة يعني على كلام الدكتور من السمنة، وهذه من أسبابها يعني. أتمنى إن شاء الله أوصل الوزن اللي أبغاه يعني إن شاء الله. سويت العملية تقريبا قبل 9 شهور، كان وزني 150 كيلو، وكنت يعني لو ما سويت العملية كنت في ازدياد، لأني تقريبا خلال سنة 20 كيلو زدت، ولا في فترة بعدت عن الأهل، فصرت أكل المطاعم يعني أكل فطور غدا عشاء كل مطاعم. فجربت يمكن تقريبا أكثر من سويت دايت عملية، سويت رياضة وزي كذا، سويت إبر صينية كمان حطيتها نفعت معايا، تقريبا مدة 2 شهر نقصت 15 كيلو، كنت يعني مرتاح عليها، كنت في عمر صغير تقريبا في 15 سنة. فصارت لي زي الظرف اللي جاني مويه في الرئه وزي كذا، فتركت الابره الصينيه والرجيم، تقريبا تناولت مستشفى 9 ايام، بعدين رجعت دبل ال 14 هذه، واستمرت المسلسل اللي هو الزياده في الوزن. بدينا خلاص من ذيك الفتره تقريبا من العمليه، من اللي هو الابره الصينيه من 15 سنه وانا في ازدياد، خلاص كانت يمكن في التسعينات وزني 90 100 الى قبل العمليه 150. حتى ظهر الدكتور استغرب من اللي سويت عنده العمليه، دكتور عايض استغرب من فكرة إنه في سنة، لأني جيت وأنا سويت التحاليل كان وزني 100 وتقريبا 130، فجيت 150. وكانت عندي أكثر من مشكلة من زمان يعني، النوم يعني أهلي اللي يناموا جنبي يقولوا تصدر أصوات اللي هي سكف الحل، كان عندي زي الحساسية فيه، فتلاقي لازم أصدر أصوات منه ولا خشونة في الصوت ولا زي تشخير عندي. نومتي ما أكون مرتاح فيها، تلاقي أقوم من النوم أتقلب يمين يسار أكثر من مرة. يعني كان ما في هواية، ما رياضة مرة، ما لي في الرياضة، الشباب عندي يلعبوا كورة يروح ويجوا، هي اهتماماتي كلها كانت هواية، يعتبر عندي الأكل، الأكل هواية، ففلان يقول لك أنا هوايتي الرسم، هوايتي كذا، أنا هوايتي الأكل، كنت ضاق صدري أكلت كذا رحت. وكان عندي مشروبات الغازية يعني هذه شكل فظيع، أشربها، أشرب مشروبات غازية يعني يمكن في اليوم 5 6 علب من البيبسي، بس هو اللي هو غيره المشروبات الغازية بصفة عامة. فالحمد لله العملية غيرت فيني شغلات كثير يعني، الحمد لله من نومي تحسن، تغير في الشكل، صرت مقبل على الرياضة بشكل يعني كويس، الحمد لله صرت ألعب رياضة، راحة نفسية كاملة يعني، تغيرت يمكن 90% من شخصيتي وأموري في الحياة كاملة من بعد العملية الحمد لله. صحيح بالنسبة للناس اللي تتساءل عن الأمور اللي هي تخوفات من العملية، إيش الأضرار وهكذا، أنا أقول أنا سويت العملية كنت متحمس جدا، تقريبا يوم سويت العملية وطلعت الحمد لله يمكن قعدت 2 يوم في المستشفى تقريبا مع تحاليل ومراجعات بعد العملية وزي كذا، فخرجت الحمد لله سليم. الترهلات إذا بتلعب رياضة وتشتغل يعني، الحمد لله عندي ترهلات، في شباب أعرفهم أصحاب لي مسوي نفس العملية، عندهم المنطقة هنا مترهلة في المناطق هذه، أنا الحمد لله قدرت اتفاداها لاني الحمد لله هي رياضه ومحافظ يعني على اكل وزي كذا يعني، احيانا ما اقول لك اكل احيانا فاست فود ومطاعم زي كذا، لكن احرقها بالرياضه يعني، مخصص لي تقريبا 2 ساعة على الاقل في اليوم اسوي فيها رياضه يعني، تمارين مختلفه وزي كذا مع مدرب. فالحمد لله ترى عندي تقدر تقول يعني 90% يعني اقل من غيري، فالحمد لله يعني عندي من هنا تقريبا تمام، من هنا المناطق هذه كلها في الحمد لله سليمه. بالنسبة يمكن في ما شفت الحمد لله لا ألم ولا جاني اللي هو نقص في الفيتامينات ولا نقص في المعادن والمنرز والشغلات هذه، ما الحمد لله ما جاني ولا شيء. بالنسبة اللي يقول لك تساقط شعر أظافر، أنا أتكلم عن نفسي تجربتي الخاصة، ما الحمد لله ما عانيت منها أبدا،
وبالنسبه للاكل اكل الان بكميه اللي هي يعني تقدر تسد حاجتي يعني تاخذ مساحه المعده، فالمعده صارت كافيه انه ممكن يعني اكل الوجبات الرئيسيه ثلاثه فطور غدا عشاء، وفي وجبات اللي هي سناك اخذها بينها اذا كان من عصير ولا حليب ولا موز. والحمد لله اشوف اني يعني اكلي صار موزون واكل غذائي صحي، ويعني الحمد لله انا سويت العمليه كانت يعني تجربه حلوه، والفضل يعود لله ثم للدكتور. اشكر حبتك، اشكر الدكتور عايض كمان. عمري 20 سنة، وزني الآن 130. عانيت من السمنة من الصغر، حاولت سويت أكثر من مرة، يمكن 3 مرات سويت حمية مع رياضة. المشكلة مو في النزول، المشكلة أني ما أستمر في الوزن اللي أنزل له. يعني أنزل يعني نزلت معدلات كويسة، يعني يمكن 25-30، بس أني أرجع يعني بعد 6 شهور. فلذلك قررت أسوي العملية، شفت أنه ما لي حل لهي، خصوصا اني يعني بديت اكبر وانا منذ الطفوله وانا سمين، فما شفت لي حل الا هي. والله برامج الحميه لانها يعني يبغى لها استمراريه، والواحد صعب انه يستمر فتره يعني سنه او كذا على حميه. تعرف عاد عندنا يعني حتى المجتمع شوي ما يساعدك، اكلات تروح عزيمه تروح كذا، ما تقدر تستمر على نادي 2-3 سنوات، صعبة يعني، وحتى مكلفة إذا بتدخل نادي فلذلك ما عاد لي حل إلا هي. والله ما أمارس الرياضة، أنا من عشاق الرياضة وأحب الكورة، فهي حادة مرة من هوايتي، ولأن أحب الكورة وأحب أمارس الرياضة، بس تعرف السمين ما يقدر يلعب ويتعب وألام عندي في الظهر برضه يعني من يوم صغير مرة، فقررت أني أسويها عشان أرتاح وأقدر ألعب وأقدر أستمتع. يعني أنا قررت أسويها لأني شفت واحد من أصدقائي المقربين مرة سواها، وما شاء الله يعني ما فيها تعب. يعني يمكن أول 2-3 أسابيع يقول أنه واجه تعب و شوي جفاف، ولكنها يقول الحمد لله ارتاح معها لأنها طبيعية، أقرب لأنها تكون طبيعية وبدون علاجات بدون أي شيء، فمريحة يعني الواحد يسويها، مو مثل بعض العمليات اللي الواحد يخاف أنها ما يرجع صحيح أو أنها كذا. أنا عملت العملية قبل 1 سنة و5 أشهر، كان وزني قبل العملية 135، والآن الحمد لله 79 كيلو. خسرت خلال 1 سنة و5 أشهر 53 كيلو. طبعا في الأسبوع الأول، في الشهر الأول خسرت 17 كيلو، وفي الشهر الثاني خسرت 10 كيلو. الحمد لله استمريت في النزول لين السنة، وبعدها ثبت وزني وظليت أنزل بشكل بطيء إلا ما وصلت وزني الحدد لي الدكتور. إحساسي بعد العملية شعوري كان مختلف، ثقتي بنفسي زادت، نفسيتي تغيرت، صحتي الحمد لله صارت أفضل من قبل، والنظام الغذائي كان بعد العملية كان في بداية العملية كان سوائل أول شهر،
وبعدها أكل خفيف، وبعدها ستة أشهر صار أكلي طبيعي جدا، بس طبعا بكميات قليلة جدا. بعد العملية نصحني الدكتور بالمشي أول 3 أشهر، بعدها حولني على منسق رياضي، عملت معه تمارين واستمريت فيها إلى الحمد لله ما وصلت للوزن المطلوب والثابت، وخفت ترهلات نهائي الحمد لله. بعد العملية نصحني الدكتور مجموعة فيتامينات استخدمتها الحمد لله، صار ما عندي نقص فيتامينات. بعد العملية سويت كذا تحليل الحمد لله جميعها سليمة. والحمد لله بعد ما ثبت وزني لدرجة أنه الناس اللي برا الله صار لما يشوفوني أقول لهم أنا كنت سمينة، ما كان أحد يصدق أني أنا كنت سمينة وأني خسرت هذا الوزن كله في فترة 1 سنة و5 أشهر. والحمد لله على كل حال.